من الاول الفروشات نقصي وما ننساوش فما عباد الاخرين يلزمهم زاد مساكن يوم ورضو يلزمهم انعاش. دونك ما بين الكوفيد والنون كوفيد طبت الانعاش تعبين برشا وربي معهم. معناها كان تواصلت الكورب في الارتفاع، معناها تنجموا توصلوا انتم دكتورين تختاروا شكون ترقدوا في الانعاش شكون ما ترقدوش؟ هو رغم اصل الدنيا احنا نختاروا شكون يرقد وشكون ما يرقدش. بديتوا معناها يبدا عندك ليه من قبل مش من الكوفيد. كي يبدا عندنا احنا فرش برك انعاش مثلا في السبيطار ونكلم انا طبيب نتاع الانعاش ويكلموا طبيب نتاع القلب مثلا ويكلموا طبيب نتاع المخ، هو مش يختار انا هو المريض اللي عنده اكثر شانس باش يعيش خاطر هو عنده بلاصه برك. معناتها هذوما راهم حاجات موجودين. هون نحكي على المرضى بالكوفيد اللي عندهم الكوفيد، معناها المرضى بالكوفيد بيان سور كي بدا فما بلاصه برك وفما اربع مرضى تعبين بيان سور مش نختار. اللي عنده اكثر امكانيه باش يعيش هو اللي مش ياخذ البلاصه.